السابعة مساء بتوقيت العاصمة. مشاهدينا حياكم الله، والبداية بأبرز العناوين. غايم يؤكد علمه بمحاولة الاغتيال قبل وقوعها ويتوعد بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. تجدد الاشتباكات بين شورى بنغازي وميليشيات الكرامة بمحور خريبيش شمال المدينة. يومن رايتس واتش تحذر من تكرار حادثة قصف درنة. إلى التفاصيل مشاهدينا، أهلا بكم. وعد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج غايم بالكشف عن حقائق عمليات الاغتيال والقتل في مدينة بنغازي، واصفا جريمة الأبيار الأخيرة بالعملية الإرهابية. وأشار غايم في تسجيل مصور نشر الاثنين إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تعمل على وقف الخطف والقتل في مدينة بنغازي، رافضا في الوقت ذاته تصفية متهمين بالإرهاب خارج القانون على حد قوله. ونعى وكيل الداخلية بالحكومة المقترحة أحد المصابين في عملية استهداف موكبه ومحاولة اغتياله في منطقة سيدي خليفة شرقية بنغازي، مبينا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه. الاضخاد بالدماء من الدواعش والإرهابيين من وراء فشل بناء الدولة، من وراء الخطف العشوائي في مدينة بنغازي، من وراء العمليات الإرهابية، جميعا حيصنفوا إرهابيين. كل من يخطف من خارج القانون هذا كله إرهابي. عندنا لو سيطرنا على مدينة بنغازي بإذن الله حنكشف الحقائق، لأن صارت منها الجريمة اللي صارت في كسرات في الأبيار. ما تقوليش هذا إرهابي وصفيته خارج القانون، معناها حتى أنت خارجي. هذه كلها عمليات إرهابية ونحن ضد العمليات الإرهابية. طيب، هل هناك خسائر في صفوف القوة المساندة لك أو المصاحبة لك؟ والله في بعض الآليات اللي خسرناها اليوم، ولكن الحديد يتعوض، الرجال هم اللي ما تعوضوش يعني. نوع السيارة التي قامت بالتفجير؟ نوع السيارة اليوم اللي قامت بالتفجير كانت داو. هذا وأفادت مصادر أمنية من مدينة بنغازي بانفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبا لوكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج غايم بمنطقة سيدي خليفة شرقية بنغازي. أكدت المصادر للتناصح سقوط قتيل وعدد من الجرحى من مرافق غايم جراء التفجير، مشيرة إلى تعرضه لإصابات طفيفة. يشار إلى أن وكيل الداخلية بالحكومة المقترحة فرج غايم وعددا من معاونيه قد تعرضوا لمحاولات اغتيال سابقة، كان آخرها استهداف مدير الإدارة العامة للأمن المركزي التابع للداخلية المقترحة فوز الدرسي بوابل من الرصاص بمدينة المرج منتصف أكتوبر الماضي. ثلاث محاولات اغتيال لوكيل وزارة الداخلية فرج غايم ببنغازي خلال عام ونصف العام، ولم يتبنى أحد إحدى هذه العمليات، لكن الاستخبارات العسكرية ببنغازي خرجت عن صمتها هذه المرة، فوجهت أصابع الاتهام لرأس الهرم قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر. تفصيل أكثر في تقرير علاء بن سليمان. في محاولة لقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر التخلص من خصومه الموجودين داخل صفوفه، تضحى مدينة بنغازي على انفجار هز منطقة سي خليفة شمال المدينة في محاولة لاغتيال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج غايم، مما خلف أربعة جرحى دون أن يصاب غايم بأية أضرار. وكأول رد فعلي يأتي من الشرق الليبي، يتهم آمر الاستخبارات العسكرية صلاح بولغيب قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر بالتخطيط والتوجيه لمحاولة اغتيال فرج غايم، ويرجع بولغيب محاولة الاغتيال لاعتقال غايم أول المتهمين في مجزرة الأبيار التي أدانها المجتمع الدولي فضلا عن الإدانات المحلية الأخرى. وإلى لحظة كتابة هذا التقرير لم تبد عملية الكرامة أي رد فعل رسمي حول الحادثة، فلم تنفي ما اتهمتها به الاستخبارات العسكرية ببنغازي من وقوفها وراء محاولة الاغتيال.
ولم تندد بالحادثة وتتوعد بملاحقة الجنات كما جرت العادة في بياناتها المتسرعة الأخرى. وليست هذه المرة الأولى التي يفاجئ فيها شبح الاغتيال وكيل وزارة داخلية المقترحة، فقد تعرض جعيم لمحاولة اغتيال في الأول من فبراير من العام الماضي، وتعرض مقر المهام الخاصة الذي يديره في منتصف سبتمبر الماضي لتفجير أسقط 6 جرحى من عناصره دون أي ردة فعل من قادة عملية الكرامة. ويرى مراقبون أن فرج جعيم المتحصل على رتبة ملازم داخلية بحكومة 2 والمتولي إمرة جهاز المهام الخاصة وبوابة بيرسس الأمنية شمال بنغازي والمشرف على معتقل بيرسس، يرى المراقبون أن جعيم أصبح يغرد خارج سرب الكرامة محاولا الانسلاخ منها، لتلحقه بعد ذلك قبيلة العواجير إحدى أكبر القبائل المتضررة من عملية الكرامة. هذا وكان أمر الاستخبارات العسكرية في بنغازي صلاح بولغيب قد اتهم مجرم الحرب خليفة حفتر بمحاولة اغتيال فرج جعيم، مؤكدا وجود معلومات لديهم بالتخطيط لاستهداف الأخير. بولغيب في تصريح لإحدى القنوات الفضائية قال إن محاولة اغتيال جعيم جاءت على خلفية اعتقاله أول متهم في مجزرة البيار حسب قوله. هذا وأدان المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة محاولة اغتيال فرج جعيم وكيل وزارة داخليتها في تفجير استهدف موكبه بمدينة بنغازي الأحد. تضمن البيان دعوة للفرقاء الليبيين بإعلان موقف واضح ضد استخدام العنف والتحريض، كما دعا البيان إلى التحقيق العاجل وتقديم الجناة إلى العدالة. هذا واستنكرت داخلية الحكومة المقترحة محاولة اغتيال فرج جعيم وكيل الوزارة وصفة إياه بالعمل الإجرامي الغادر، وأكدت الوزارة عزمها التصدي لهذه المحاولات الإجرامية بكل قوة وحزم وتقديمهم للعدالة بحسب ما جاء في البيان. قال الناطق باسم ميليشيات الكرامة محمد الحجازي إن خليفة حفتر خدعهم عندما انحرف وأصبح له طموح في العملية السياسية. أضاف الحجازي في مقابلة له على قناة ليبيا الوطن الفضائية إن مدينة بنغازي لم تتحرر بعد، مؤكدا أن ارتداء حفتر البدلة البيضاء وإعلانه التحرير يعد كذبا وهو دعاية إعلامية فقط بحسب الحجازي. كما أفاد بأن هناك سجونا سرية لكيانات وميليشيات خارج السيطرة، وهم من يغتالون ويختطفون المعارضين للتيار المدخلي المتشدد. تستمر الاغتيالات والمفخخات في مدينة بنغازي حتى بعد 4 سنوات من إعلان مجرم الحرب حفتر ما يعرف بعملية الكرامة. تقرير الزميل عباس أحمد يسلط الضوء على تداعيات العملية. في أكتوبر عام 2014 بدأت ما تعرف بعملية الكرامة بعد سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات والمفخخات طالت العسكرية والمدني والكبير والصغير، ولم تترك أخضر ولا يابسا. يومها قالوا إنها عملية جاءت من أجل إيقاف هذه الجرائم التي نسبها قادة هذه العملية الإجرامية لثوار مدينة بنغازي الذين تصدوا لرتل القذافي حامين الأرض والعرض في مارس 2011. لم تنفع مناشدات العقلاء المصلحين ولا أواصل الدم في إيقاف هذه العملية الظالمة التي جاءت من أجل هدف اتضح لكثيرين أنه من أجل السلطة والمال والنفوذ ليس إلا. عملية لم تنتهي حتى اليوم رغم إعلان قائدها المجرم حفتر نهايتها في يوليو 2017. نهاية لم تنتهي معها التفجيرات ولا الاغتيالات ولا الاختطاف ولا السجون السرية ولا حتى الجثث الملقاة في المشروع الزراعي بالجوارشا، بل وجدت لها أماكن أخرى لرميها كشارع الزيت وأحراش الأبيار. وتأتي حادثة وكيل وزارة المقترحة فرج جعيم لتتجدد هذه الجرائم، ولكن هذه المرة
في حق رجل كانت بوابته الأمنية في منطقة بيرسس الأقصى على بنغازي وثوارها قبل أن يصحو من غفوته هو والحجازي، ويعرف أن المجرم حفتر جاء بمخطط كاذب يهدف منه للوصول إلى سدة الحكم مستخدما كل ما يمكنه استخدامه من أجل ذلك، فأدخل الدواعش متى شاء وهربهم متى أراد، وأباح الأجواء الليبية للطيران الأجنبي والأراضي الليبية للمرتزقة لضرب المدن وقمع ثورة 17 من فبراير وثوارها. فهل تأتي صحوة توقظ أهل بنغازي ومدن الشرق من غفلتهم؟ أم يستمر حفتر في استغلال أبناء بنغازي والسير على جثث الأبرياء لتحقيق أطماعه؟ قتل 6 من ميليشيات الكرامة وأصيب نحو 15 آخرين في اشتباكات الفندق البلدي وسط بنغازي. قال الناطق باسم ميليشيات الصاعقة ميلود الزوي إن ميليشياتهم هاجمت الاثنين معاقل مجلس الشورى بنغازي، ما أسفر عن سقوط 3 عناصر بالإضافة إلى عدد من الجرحى، مشيرا إلى أن ميليشياتهم حققت تقدما بمحور خريبيش وسط المدينة على حد زعمه. أفادت مصادر طبية من مدينة مصراتة بمقتل أحمد بكير أحد ثوار مدينة بنغازي والذي كان محتجزا بإحدى السجون بمدينة مصراتة. أظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جثة بكير وعليها أثر تعذيب، فيما أضافت مصادر إعلامية بأن بكير والملقب بالنحلة توفي بالمستشفى التابع لسجن الكلية الجوية بمصراتة عقب إصابته بنوبة صرع حادة فارق على إثرها الحياة. دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان Human Rights Watch الاثنين ميليشيات مجرم الحرب حفتر إلى الوفاء بتعهدها التحقيق في مجزرة درنة والتي وقعت في 30 من الشهر الماضي، أسفرت عن سقوط 17 شهيدا مدنيا وإصابة 20 آخرين. المنظمة على موقعها الإلكتروني ذكرت أن مدينة درنة ستبقى عرضة لخطر تكرار هذه الحوادث ما لم تبدأ ميليشيات مجرم الحرب حفتر بالتحقيق في الهجمات غير القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها. وقالت Human Rights Watch إنه لم يتم التحقيق في الغارات الجوية السابقة على درنة، مشيرة إلى أن الغارات الجوية المشتركة التي شنتها ميليشيات الكرامة والقوات المصرية على درنة أسفرت في فبراير 15/2000 عن وقوع 7 ضحايا مدنيين على الأقل وإلحاق أضرار بمباني المدينة. فتحت ميليشيات الكرامة الأحد بوابة مرتوبة للسماح بمرور سيارات الإسعاف التي تنقل الأطفال الجرحى للسفر إلى طرابلس عبر مطار طبرق بعد منعهم مدة 6 أيام بحسب صفحة درنا زوم بفيسبوك. وشهدت مدينة درنا غارات جوية مساء الاثنين الماضي أسفرت عن استشهاد 20 شخصا بينهم نساء وأطفال وجرح 23 مدنيا. وكانت ميليشيات الكرامة قد سمحت بدخول شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من صندوق المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابع للاتحاد الأوروبي إلى درنا الخميس الماضي بعد احتجازها في البيضاء لأكثر من شهرين بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية. استنكرت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بشدة الهجوم الذي استهدف مدينة درنا وأودى بحياة نحو 20 شخصا مدنيا بينهم نساء وأطفال. طالبت المنظمة في بيان لها المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق فوري في الحادثة داعية إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة تحت راية الأمم المتحدة. أوضحت المنظمة أن مدينة درنا لا زالت تعاني من نقص شديد في الاحتياجات الأساسية بما فيها الإمدادات الطبية والمواد الغذائية، مشيرة إلى أن الدولة الليبية غير قادرة على ملاحقة كل من ارتكب وأمر بارتكاب الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص القانون الدولي بحسب نص البيان.
كشف المستشار السابق لمجرم الحرب حفتر محمد بصير أن خالد حفتر قام في الأول من نوفمبر بتوقيع عقد مع شركة غراسروتس للترويج السياسي في فيرجينيا بقيمة 120 ألف دولار يغطي 6 أشهر تبدأ من أول نوفمبر وتنتهي في 30 من إبريل 2018. وأوضح بصير المقيم بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية أن العقد يأتي بهدف الترويج لعائلة حفتر في الكونغرس الأمريكي ولحشد تأييد أعضاء الكونغرس لدور هذه العائلة في مستقبل ليبيا السياسي والعسكري. اتفق وزير الخارجية المصرية سامح شكري ونظيره الجزائري عبد القادر مساهل على عقد اجتماع ثلاثي لدول جوار ليبيا خلال الشهر الجاري في القاهرة لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء الوزيرين على هامش مشاركتهما في منتدى صير بني ياس الذي عقد في اليومين الماضيين بالإمارات حول قضايا السلم والأمن في الشرق الأوسط. وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك، وتناول الوزيران المصري والجزائري الوضع الأمني والسياسي في ليبيا مؤكدين على أهمية دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. هذا فيما جدد وزير الخارجية عبد القادر مساهل تمسك بلاده بالحل السياسي في ليبيا من خلال الحوار والمصالحة الوطنية في إطار المسار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. وقال مساهل إن الجزائر في اتصال دائم مع كافة الأطراف الليبية بغية الإسهام في جهود تسوية الأزمة في ليبيا، مضيفا أنه تجري الآن استعدادات لانعقاد القمة الثلاثية بين الجزائر ومصر وتونس على المستوى الوزاري في 15 نوفمبر بالقاهرة. فتحت ميليشيات الكرامة الأحد بوابة مرتوبة للسماح بمرور سيارات الإسعاف التي تنقل الأطفال الجرحى للسفر إلى طرابلس عبر مطار طبرق بعد منع مدة 6 أيام. وشهدت مدينة درنا غارات جوية مساء الاثنين الماضي أسفرت عن استشهاد 20 شخصا بينهم نساء وأطفال وجرح 23 مدنيا. وكانت ميليشيات الكرامة قد سمحت بدخول شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من صندوق المساعدة الإنسانية والحماية المدنية التابع للاتحاد الأوروبي إلى درنا الخميس الماضي بعد احتجازها في البيضاء لأكثر من 2 شهر بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية. نشرة مشاهدينا متواصلة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. السفير التركي لدى ليبيا يؤكد أن اختطاف عدد من عمال الشركة أنكا لن يؤثر على عملها بمحطة أوبر. لابد أن يكون في هذه الأحداث الدموية تحقيق جاد، تحقيق سريع حتى ينصف الناس، وكل مجرم ومذنب ينال عقابه. أما أن تترك هذه الحوادث الواحدة بعد الأخرى تمر دون أن يوقع عقاب ودون أن يكون هناك تحقيق حقيقي، فهذا تفريط. بعض هذه المسائل اللي تتعلق خصوصا بالسطو بالاغتيالات وبالقتل، وطالبنا الحكومة مرارا وطلبنا المسؤولين والنيابات ورجال القضاء
أن يحزموا أمرهم والاستخبارات بحيث يضبطوا من هؤلاء المجرمين على الأقل عدد قليل ويقدموهم إلى المحاكمة والقصاص العادل. للأسف يعني يطول هذه الشهور ونحن نزلنا في نفس المكان، ما وجدنا تحقيقا جادا انتهى إلى نتيجة، وصار فيه تحقيق وصار فيه قصاص وعقوبة لجاري بحيث يكون عبرة ورادعا لغيره. انتظر بيان وقرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابعة للإفتاء من أول ما أعلن حفتر هذا الانقلاب وحذر الناس من الانضمام إليه، وقال كل من يقاتل قال هو خارج عن ولي الأمر وخارج عن الشرعية باعتراف الحكومة وباعتراف المؤتمر الوطني. والبيان قال كل من ينضم إليه ويقاتل معه ويموت فيخشى أن يموت ميتة جاهلية التي تبناها جماعة سموا باسم الدولة الإسلامية ولا داعش، وأتوا إلى شخص اسمه البغدادي أو كذا وأعلنوا بايعوه وصاروا يدعون الناس إلى مبايعته ويقاتلون دينه دونه. هذا ليس من دين الله في شيء، هذا ضلال. لابد من التبري من المجرمين، لا تقوم لهذه الدولة قائمة إلا إذا تبرى أهل الحق والخير من المفسدين والمجرمين، لا يؤوهم ولا يؤونهم ولا يناصرونهم ولا يدافعون عنهم ولا يتسترون عنهم. فإن من أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لأن الإمارات في واقع الأمر هي تدعم التطرف، هي تقاتل مع الدواعش، هي تبعت الأسلحة لحفتر الذي يقاتل مع الدواعش، هذه حقيقة الأمر. المعركة الحقيقية يجب أن ينقلوها إلى بنغازي، لأن إذا انكسرت شوكة حفتر في بنغازي انكسرت شوكة الدواعش. المعركة معركة واحدة كما ذكرنا من أول الكلام، المعركة ليست هي معارك في الحقيقة، وإن تعدد جبهاتها فهي معركة واحدة. بكم مشاهدينا للجزء الثاني من السابع. أعلنت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماريجا أنها تسعى لتنظيم عملية إنقاذ للاجئين العالقين في مخيمات احتجاز في ليبيا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. أضافت سوماريجا أنه يجب على سويسرا أن تقوم بإجلاء سريع خاصة للنساء والأطفال، مبينة إجراء عمليات لجمع أموال لإعادة توطين الذين يقبلون بالعودة إلى دولهم. وجاء تصريح المسؤولة السويسرية قبل أسبوع من تنظيم سويسرا اجتماعا لمجموعة الاتصال المتوسطية حول الهجرة القادمة من ليبيا، الذي كرست له الحكومة السويسرية مبلغ 300 ألف يورو وتضم مجموعة الاتصال دول جنوب وشمال المتوسط. أعلنت تنسيقية التعليم أو تنسيقية معلمي تجراء عن انطلاق الدراسة في معظم أنحاء ليبيا وتعليق اعتصام المعلمين 3 أشهر. وقالت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أن تعليق الاعتصام جاء لإعطاء مجلس النواب فرصة لتنفيذ مطالب المعلمين وإيجاد آلية لتحقيقها على أرض الواقع، مضيفة أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب فإنه سيتم العودة للاعتصام من جديد وإيقاف الدراسة. جاءت أكد مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم رمضان الغضوي تفهم الوزارة مطالب المعلمين مبديا ارتياح الوزارة لفك الاعتصام، وأكد أنه سوف تبذل أقصى الجهود لتحقيق هذه المطالب. Thank you.
وينضم إلي عبر الهاتف مشاهدينا التنسيق زهير عبد القادر من تنسيقية معلمي أو تعليم تجراه. سيد زهير حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ليك وللإخوة المشاهدين ونشكر قناة التناصح على اهتمامها بالتعليم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية سيد زهير، يعني كيف جاء فك الاعتصام هكذا فجأة؟ يعني جاء فك الاعتصام نظرا لعدم وجود دولة ولعدم شعور المسؤولين بالمسؤولية، والتعليم يحتاج إلى دولة، يحتاج إلى كثير من الإصلاح. نعم. والكثير يتشدق التعليم ولم يقدموا شيئا للتعليم، والوضع كارثي، ولهذا نهيب بأولياء الأمور المساعدة والالتفات إلى المدارس وتوفير متطلبات العملية التعليمية، توفير الخطاط وتوفير النظافة. أما المسؤولين والإعلام نطلب منهم زيارة المدارس وخاصة مدرسة الشعلة في تاجوراء. وضع مأساوي ووضع كارثي. هل يعقل هذا في ليبيا؟ طيب يعني سيد زهير، لماذا تم بالتحديد إعطاء مهلة 3 أشهر؟ لماذا ليست شهر، أو لماذا ليست أكثر من 3 أشهر؟ هل هناك ضمانة بأن جهات معينة في الدولة ربما قد تستجيب لمطالب المعلمين خلال هذه المدة؟ حتى لو أعطينا سنة أو سنتين، الوضع الحالي أو الحكومة الحالية أو الوزير الحالي لا يشعر بالمسؤولية. الكل يقولك ما لا أستطيع، ما عنديش ما نقدم. إذا نقدم استقالتك، هذا أضعف شيء. ألا تستحق ليبيا هذه التضحية؟ الكل، سواء كان السراج أو وزير التعليم أو البرلمان أو أي جميع المسؤولين، من لا يستطيع أن يقدم شيء لليبيا عليه أن يقدم استقالته. أما أن يترك التعليم في وضع كارثي، لقد عاد المعلمون إلى المدارس، عادوا إلى النظافة وصيانة المقاعد، بسبب ضميرهم وشعورهم بالواجب. حقيقة يعني، وأنا لاحظت هذا في مدرسة 24 ديسمبر، المعلمين قاموا بتزييقها وتنظيفها بالكامل بأنفسهم وبمجهوداتهم الشخصية، وكذلك العديد من المدارس. ولكن أعداد الطلبة في المدارس يفوق طاقة المعلم. لا توجد مخرجات في التعليم، لا يمكن لأي معلم بوجود هذا الكم أن يعطينا مخرجات. طيب سيد زهير، يعني حتى وزير التعليم في الحكومة المقترحة تكلم عن وجود عدد كبير جدا من المعلمين مقيدين بالوزارة، وتقريبا قال بأن لكل 4 أو 5 طلبة هناك معلم. يعني كيف تقول بأن عدد المعلمين أو عدد التلاميذ كثير؟ يعني حسب معلوماتي في تاجوراء 8000 معلم، عدد حسب التسكين أو الملاك الوظيفي يوجد حوالي قرابة 500 معلم زائدين عن التعليم. من 8000 حوالي 500 معلم. من الذي أوجدهم في التعليم؟ من الذي تعاقد معهم؟ من الذي عينهم في التعليم؟ هم المسؤولين، هم الذين يتحملون هذا. من حق التلميذ الحصول على معلم جيد. يوجد مركز نعم. عام للتدريب، نريد دورات تأهيل تربوي، دورات تربوية. طيب سيد زهير، فقط لضيق وقت النشر، ربما قد يكون في خلال ساعة حوارية أو في إحدى برامج القناة مساحة أكثر للنقاش، ولكن هناك سؤال، يعني هل ستسير العملية التعليمية بشكل طبيعي مرة أخرى، أم أنكم بعد 3 أشهر ربما قد تلجؤون إلى اعتصام آخر؟ ربما نلجأ حتى قبل 3 أشهر، إذا صار الوضع هكذا ربما قبل 3 أشهر نضطر إلى إغلاق المدارس مرة أخرى، لأن الوضع كارثي في المدارس. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد زهير عبد القادر من تنسيقية تعليم تجراه، وأعذرني فقط لأن الموضوع متشعب جدا ولا يمكن نقاشه بكامله في نشرة الأخبار. أنقذ خفر السواحل الليبي نحو 150 مهاجرا غير شرعي قبالة شواطئ الخمس شرق العاصمة طرابلس. قال الناطق باسم القوات البحرية العميد بحار أيوب قاسم اليوم الأحد إن إحدى السفن البحرية الليبية كانت في مهمة استطلاعية منذ يوم الجمعة قبل أن تتلقى بلاغ إغاثة عن وجود قارب مطاطي يقل مهاجرين غير شرعيين على بعد 22 ميلا قبالة مدينة الخمس. وأشار قاسم لوكالة رويترز إلى أن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات أفريقية وآسيوية مختلفة، مضيفا أن هذا الإنقاذ جاء بالتعاون مع مركز البحث والإنقاذ الإيطالي.
أصدرت ما يسمى بالقوة المشتركة لدعم الأمن بالمنطقة الغربية بيانا أكدت فيه تشكيل قوة مشتركة لفرض الأمن ودعم المؤسسات الأمنية بالمنطقة. وأكد البيان أن مهام القوة تكمن في القبض على المسلحين من خارج منطقة ورشفانة وتسليمهم لقبائلهم. أرجعت القوة المشتركة عملياتها في محيط منطقة ورشفانة للارتفاع غير المسبوق في جرائم القتل والخطف وأعمال الحرابة في المنطقة. أشارت القوة إلى أن عددا كبيرا من مسلحي ما يعرف بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا يتواجدون في ورشفانة ويهددون استقرار المنطقة الغربية، مؤكدة بأن غالبيتهم من المرتزقة على حد قولها. أكد سفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان أن حادثة خطف مهندسي شركة أنكا المنفذة لمشروع محطة كهرباء باري الغازية جنوب غرب ليبيا لن يؤثر على عمل الشركة. دوغان أكد في تصريح صحفي عقب اجتماع الاثنين مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المقترحة لطفي المغربي أن مثل هذه الحوادث الفردية لن تؤثر على العلاقات الليبية التركية، مشيرا إلى أن الشركة ستستمر في أداء عملها وإنجازه في الفترة التي تم تحديدها مسبقا. بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم مع رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج السبت ملف المواطنين الأتراك الثلاثة المختطفين في مدينة باري جنوب ليبيا. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية الأحد أن يلدرم أعرب في اتصال هاتفي مع السراج عن تطلعات بلاده لإنقاذ المواطنين الأتراك بأسرع وقت ممكن، معربا عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم في هذا الموضوع. وأكد رئيس الحكومة التركية على أهمية أن تتخطى ليبيا حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى دعم بلاده لخارطة الطريق الجديدة التي أعلنها المبعوث الأممي غسان سلامة. قال المتحدث باسم وزارة العلاقات والتعاون الدولي في جمهورية جنوب أفريقيا نيلسون غويتي إن بلاده ومن خلال سفارتها لدى ليبيا تعمل مع السلطات الليبية على تحرير المواطن الجنوب أفريقي المختطف مع ثلاثة أتراك في جنوب البلاد. من جانبه كشف معاون آمر الكتيبة 30 عبد الله إبراهيم أن المجموعة المسلحة التي خطفت موظفي محطة باري الغازية فرت بهم إلى منطقة تسايلي، أي منطقة وعرة تقع بين الحدود الجزائرية الليبية، مضيفا أن الكتيبتين 30 و191 تحاصرهم هناك، موضحا أنهم تواصلوا مع الرئاسي المقترح من أجل التواصل مع الحكومة الجزائرية للمساعدة في تحرير المختطفين دون أي استجابة. كشفت الشركة العامة للكهرباء عن تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى أضرار جسيمة مما أدى لانقطاع التغذية الكهربائية على منطقة الهيرة وما جاورها. وأوضحت الشركة أن الانقطاع جاء نتيجة اشتباكات مسلحة شهدتها المنطقة الغربية، وشددت الشركة أنها ستبذل جهدا في إصلاح الأعطال في الوقت الذي تتوفر فيه الظروف الأمنية اللازمة. والآن مشاهدينا هذه أخبار البلديات نتابع. عقد الاتحاد الليبي للمنظمات غير الحكومية اجتماعه الثاني بمسرح بلدية حي الأندلس، وذلك من أجل مناقشة التحضير لاجتماع مؤسسات المجتمع المدني على مستوى ليبيا. وبحسب صفحة المجلس البلدي حي الأندلس سيعقد اجتماع آخر مع عمداء بلديات طرابلس الكبرى. انطلقت الأحد بمدينة مصراتة حملة نظافة وإنارة للطريق الساحلي بزاوية المحجوب بإشراف الفرع البلدي زاوية المحجوب. وأعلن المجلس البلدي أن هذه الحملة تمت بالتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة والشركة العامة للكهرباء ومديرية أمن مصراتة وجهاز الدفاع المدني غرب المدينة، حيث تستهدف الحملة إزالة المخلفات والأتربة وصيانة أعمدة الإنارة.
اجتمع عميد بلدية سرت صباح الأحد مع عدد من أصحاب المساكن المتضررة وغير صالحة للسكن، حيث أطلعهم على آخر المستجدات بخصوصهم. هذا وأوضح عميد البلدية لأصحاب هذه المساكن أنه قد تم تسليم المنظومة للجنة المكلفة بإدخال البيانات والتي بدأت عملها فعليا الأسبوع الماضي، وأكد دعمه لهم في نيل حقوقهم المستحقة. وأوضح العميد أنه لا توجد صحة للأخبار التي تتداول بشأن صرف المجلس الرئاسي المقترح لأي مبالغ مالية للبلدية، وتعهد لهم أنه فور وصول أي إجراء من الرئاسي المقترح سيتم الاجتماع بهم على الفور على حد قوله. تتواصل أعمال الصيانة السريعة التي بدأتها بلدية سرت والتي تشمل مدرستي سرت المركزية واليرموك، وستشمل مدرستي سناء يوسف وشهداء تجرفت. يذكر أن الصيانة بهذه المدارس كان من المفترض أن يقوم بها مشروع الأمم المتحدة الإنمائي، ولكنها تأخرت بسبب عوائق إدارية وقانونية وضعها جهاز تطوير المدن والشركات. انطلقت بزليت يوم 30 أكتوبر حملة الحرث لهذا العام بإشراف قطاع زراعة زليت وبرعاية ودعم المجلس البلدي. وقال رئيس الحملة سليم بن حسين إن الحملة تستهدف الأراضي الزراعية والتي تقدر مساحتها ب200 هكتار، موضحا أن المساحة سيتم زراعتها بمحصول الشعير. تفقد عميد بلدية زليت مفتاح حمادي وعضو المجلس البلدي المكلف بمتابعة ملف الصحة الأحد أعمال مشروع إنشاء وتجهيز غرفة العمليات والعناية بمستشفى زليت التعليمي. ويضم المشروع 3 غرف عمليات مجهزة وغرفة إنعاش بها 3 أسرة وغرفة عناية تحتوي على 7 أسرة ومكاتب إدارية إضافة إلى الوحدة الميكانيكية التي تشمل الغرف الميكانيكية الخاصة بالتكييف والتبريد والكهرباء والاتصالات. رفض هاليش خرة السماح لشركة فينترشال الألمانية باستئناف إنتاج النفط من حقل جخرة لا بعد التزام الشركة بالتوقيع على مستندات رسمية تضمن حقوقهم. أفادت مصادر مطلعة بأن أهالي جخرة يتفاوضون مع المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي بعد فشل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله في إقناع أهالي جخرة بالسماح لشركة فينترشال الألمانية باستئناف الإنتاج من أحد حقولها النفطية في المنطقة التي اضطرت لتوقيف الإنتاج بها مساء الأربعاء الماضي استجابة لضغوط من الأهالي. أعلنت السلطات الإيطالية السبت ضبط سفينة قادمة من ليبيا محملة بنفط مهرب. ذكرت مصادر إخبارية أن دورية بحرية تابعة للبحرية الإيطالية في ميناء سيراكوزا بجزيرة صقلية أقصى الجنوب الإيطالي رصدت سفينة شحن تحمل علم توغو أثناء دخولها المياه الإقليمية الإيطالية. بعد تفتيش السفينة تم العثور على حوالي 11,000 لتر من المحروقات المهربة من ليبيا، مبلغ 31,000 يورو من المبيعات غير المشروعة للوقود مصدره ليبيا أيضا، وعلى 11 كيلوغراما من التبغ المهرب بحسب ما ذكرته هذه المصادر. سجلت أسعار النفط الاثنين على مستوياتها منذ يوليو 15 2000 مع تحسن الأسواق في الوقت الذي جرت فيه مطلع الأسبوع حملة اعتقال واسعة لشخصيات سعودية بارزة بشبهة الفساد. بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 62.44 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ عامين، لكنه انخفض قبل أن يعاود الارتفاع إلى هذا المستوى من جديد، ويزيد ذلك أكثر من 40% عن أدنى مستوى سجله الخام في 17 2000 خلال يوليو الماضي. بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة، وهو أيضا أعلى مستوى منذ يوليو 15 2000. والآن مع سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي نتابع.
هذه جولة في أحوال الطقس. وقبل ختام السابعة تذكير بأبرز ما ورد فيها. غاليم يؤكد علمه بمحاولة الاغتيال قبل وقوعها ويتوعد بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. تجدد الاشتباكات بين شورى بنغازي وميليشيات الكرامة بمحور خريبي شمال المدينة. هيومن رايتس واتش تحذر من تكرار حادثة قصف درنا. كما تابعتم معنا أيضا السفير التركي لدى ليبيا يؤكد أن اختطاف عدد من عمال الشركة أنكا أن يؤثر على عملها بمحطة أوبر. في ختام السابعة تقبلوا خالص تحياتي وتحية خاصة أيضا من مهندس الصوت لهذه النشرة. إلى اللقاء.